مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج سيرفي لمان. سيرفي لمان برنامجكم حول السلامة المرورية وأمن الطرقات. ما ننساش دائما كالعادة نشكر كل من راسلنا عبر رابط الصفحة، صفحة سيرفي لمان. اليوم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة، كما قلت لكم الأسبوع الماضي راح يكون بعض التغييرات في حلقة سيرفي لمان. اليوم رانا مع ضيف يعني كل حال مشهور معروف، الشيخ فرحات، مرحبا بك. السلام يا ياسين. على كل حال شيخ فرحات، ربما كاين الناس اللي ربما فهموا الموضوع اللي راح نتكلموا عليه اليوم، وقبل ما يعني نطرقوا للتفاصيل خلينا نفكر مشاهدينا الكرام في فقرات يعني برنامج اليوم. فقرات اليوم مشاهدينا الكرام، عندنا فقره في الميدان، فقره في الميدان اللي ولفتوها في المواسم الثلاثه الماضيه وشاهدتونا يعني في الميدان مع اشارات المرور، يعني نتكلموا على مشاكل السلامه المروريه بصفه عامه، اشارات المرور، الطرقات، الارصفه الى ما شابه. ودرت نداء إلا شفيتوا معايا مشاهد الكرام الأسبوع الماضي، درت نداء للمواطنين عبر كامل التراب الوطني باش إلا واحد فيكم شاف مشكل في إشارة، في طرقات، في أرصفة، في غياب بعض ربما أي مشكل يعني يخص السلامة المرورية، يبعث لنا صورة عرضية، علاش؟ لأنها تناسب مع شاشة التلفاز، ولا حتى طولية معليش، باش حنا نناقشوها ونشوف المشكل مع الضيف تاعنا ونبعثوا رساله للسلطات يعني، وان شاء الله يصلحوا وما يمكن اصلاحه. الفقره الثانيه مشاهد الكرام هي فقره يعني حادث وعبره. حادث وعبره هذا برنامج او فقره جديده ما درناهاش في المواسم الثلاثه، نشوفوا يعني حادث مرور واقعي ونناقشوه، وش الفائده تاع هذه الفقره باش ناخذوا العبره علاش وقع هذا الحادث المرور ونتفادى الاخطاء اللي دارها السائق واللي على جالها صرا هذا حادث المرور. روحوا إلى الفقرة الثالثة مشاهدينا الكرام، هي فقرة إشارة واستشارة. إشارة واستشارة كنت تعرفوها، كنا في الميدان نسقسوا مواطنين أو بالأحرى سائقين، علاش؟ لأنه عندهم رخصة سياقة، ونسقسوهم على إشارات المرور، وش الفائدة تاع الفقرة هذه باش نتفكروا مع بعض. يعني إشارة المرور كاد بزاف اللي ربما نسى إشارة المرور، كان يجوز رخصة في الثمانينات، في التسعينات، في الألفينات، حتى يجوز رخصة السياقة هذا العام ويكون نساها. احنا الفقرة هذه باش نعاودوا نفكروا إشارات المرور. نقول لك الشيخ فرحات مباشرة، على كل حال باش نجاوبوا المواطنين اللي راهم يتسائلوا وشنو هي العلاقة بين السلامة المرورية والأحوال الجوية. سي بون كيسيون، سؤال مليح، لأنها على بالك عندنا بلاد كبيرة وعندنا عدة سيتواسيون ميتورولوجيك ديفيرونت، من الشمال إلى الجنوب، من الشرق إلى الغرب، من المدن الساحلية إلى الهضاب العليا. بيقول نقدروا في منطقة نصيبوا وضعية جوية خاصة لهذيك المنطقة، أي صحراوية أو في الشمال أو في الهضاب العليا، نقدروا نصيبوا ثلج في منطقة، نقدروا نصيبوا زوابع عربية في منطقة، نقدروا نصيبوا غيوم ورعود في منطقة. وتعرف السائق حاليا قبل ما يتنقل من الغرب إلى الشرق البلاد تقريب أكثر من 1000 كيلومتر من الحدود الغربية والحدود الشرقية، بيقول يجوز على عدة مناطق، ويجوز على عدة مناطق تاع هضاب عليا وجبال ومدن ساحلية. ما نقدروا في بلاد وحدة نلقاو الفصول أربعة كما يقولوا، كان في بعض البلدان المتقدمة عندهم لا ميتيو دي روت. لا ميتيو دي روت، تعرف الحال كيفاش يكون، الحرارة كيفاش راهي، لأنها الحرارة تلعب نشرة خاصة بالطرقات. طرقات، بارك الله فيك. ألور عليه احنا كونسيو للسائقين خاصة محترفين نقل عمومي، نقل بضائع، يعطيك الصحة. لابد يعرف واش اللي يقدر يدي سلعة، وهذيك السلعة تكون ما يقدرش يغطيها، ويقدر يطيح المنطقة ويكون الثلج ولا يكون المطر، يقدر هذيك السلعة تروح له. صح، زيد على ذلك شيخ فرحات أهمية يعني الأحوال الجوية، لأنه حوادث المرور أو أسباب حوادث المرور أنا شخصيا نقسمها لأربعة، إلى أربع عوامل. العامل الأول هو العامل البشري، العامل البشري تكلمنا عليه بزاف يعني في المواسم اللي فاتوا. كاين العامل الثاني هو عامل ميكانيكي، هذا قطع الغيار غير أصلية، المغشوشة إلى غير ذلك. العامل الثالث هو عامل المحيط، نقصد العامل المحيط هو طرقات، حال الطرقات، غياب الإشارات المرور، غياب الإنارة إكسيتيرا. كاين العامل الرابع هو عامل المناخ، يعني الاضطرابات الجوية يعني تسبب في حوادث مرور مميتة. هذو الثلاثة الأولين نقدروا نتحكموا فيهم،
نقدروا نتحكموا في العامل البشري، ربما نحكموا الانسان هذاك ونقروه مليح واكسترا الى حد ما. العامل الثاني نقدروا نتحكموا فيه، قطع الغيار نقدروا كيف نزيروا على الحاله، نقدروا يعني نتحكموا فيه. العامل الثالث هو عامل المحيط، اشاره المرور، الطرقات، نقدروا نتحكموا فيه. ولكن العامل الرابع هو المناخ، الاحوال الجويه، ما نقدروش نتحكموا فيها، لانه ربي عز وجل الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر الامور. ولكن حنايا واش علينا؟ نديروا الاحتياطات. قبل ما ندوزوا الاحتياطات شيخ فرحات، نروحوا الان الى فقره مواليه. وشنو هي الفقره؟ مشاهدينا الكرام تابعوا معنا فقره في الميدان. اذا فقره في الميدان مشاهدينا الكرام، كما يعني تكلمنا الاسبوع اللي فاتت وبعثتونا يعني صور، قلت لكم بعثونا صور يعني باش مواطنين كما قلت الشيخ فرحات يشاركونا في حصة سير في الأمان. كما قلت ما نقدروش نكونوا متواجدين في 1541 بلدية عبر التراب الوطني، وبالتالي مشاركة المواطنين في التحسيس في التوعية يساعدنا كذلك. الصورة الأولى اللي بعثوها لنا مشاهد الكرام اللي دارت ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي وتكلمت عليها في الموسم الثاني، ولكن ماشي في هذا الفقير جاي في قسنطينة. هذه الإشارة جاي في قسنطينة، نشوفوا مع الصورة الأولى مع المخرج أمير. الشيخ فرحات، كثير من المواطنين هذه في قسنطينة صوروا لي هذه الإشارة، يقول لك بلاكا واش تقول لك بوهلة الأولى واش تعرف تقول لك كيفاش، يقول لك مسموح تفوت 80 وفي نفس الوقت يقول لك ممنوع تفوت 60، يعني غير معقول. كيفاش نقول لك زعما نقول لك الشيخ فرحات يقول لك مسموح تفوت 80 بصح ممنوع تفوت 60، يعني كاين هنايا تناقض. هنا باش نقول لكم مشاهدينا الكرام باش ما نقعدوش يعني نخمو بزاف، الاشاره اللي شفتوها الان ولا كنت تشاهدوها الان هي اشاره اللي وضحها ماهوش غلط. حنا بزاف قلنا في اللي تبع حصه سير في الامان في المواسم الثلاثه ننقدوا بزاف، نلقاو بزاف اخطاء تاع اشاره مرور، ولكن كي نلقاو حاجه مليحه يعني ما ماشي يعني هكذاك برك. ولكن هذه الوضعيه تاع الاشاره هي الاشاره الصحيحه، لانه المفهوم يعني تاع الاشاره البيضاء اللي تقول لك مسموح هي ماشي مسموح. الاشاره البيضاء احنا مدارس تعلم السياقه كيعلموا المترشح باش يسهلوا برك، هما يقولوا له نهايه الصوره المحدده باش يسهلوا له برك، باش ما بالك احنا ما نحبوش نحفظوا بزاف، يقولوا له مسموح. ولكن هي في الواقع ماهيش مسموح، ماهيش مسموح، هي نهايه السرعه المحدده. واش حاب يقول؟ حاب يقول قبل ما شفنا هذه الاشارات في زوج، قبلها شفنا سرعه محدده، هذيك بلاكا دويره حمراء مكتوب 80، هذيك ممنوع تفوت 80 نعرفوها كاع، ممنوع تفوت 80. مشينا ممنوع تفوت 80، كي لحقنا النقطه هذه الاشاره هذه تقول لك نهايه السرعه المحدده، هذيك اللي كانت ممنوع عليك تفوت 80 خلاص ماتت، ماهيش خلاص ماهيش مفعوله. من اللحظه هذه تولي ممنوع تفوت 60. حب يقول الاشاره هذه واش قالت لنا؟ ابتداء من النقطه هذه خلاص هذيك ممنوع تفوت 80 ولات من الاشاره هذه تولي ممنوع تفوت 60. هذا ما كان. ولكن نفتح قوس بالنسبه للسلطات المحليه اللي وضعت هذه الاشاره، كانت قادره تستغنى عن الاشاره البيضاء، لانه كي تقول لي ممنوع تفوت 60 وحدها مفهومه، نعرف باللي هذيك ممنوع تفوت 80 هي ماتت وحدها، ما كان لها تزيد لي، هي ماهيش خاطئه دوكا نديرها بصح من الاحسن ما تزيدش دير لي بلاكا نهايه السرعه المحدده. ممنوع تفوت 60 مفهومه باللي ممنوع تفوت 80 ماتت، والان من الان يعني نمشي ممنوع تفوت 60. هذه باش نوضحوا هذا الامر. بيقول هنا مغلطين. ماهوش غلطين. ماهوش غلطين، هي ماهوش غلطين. وانا قلت لك من المستحسن دوكا نحوها خير. خير. دوكا نديروها ماهوش ما كانش غلط. على حساب اخبار قسنطينه. اخبار قسنطينه نحيو ناس قسنطينه على كل حال. نروحوا للصوره المواليه باش نقعد دائما في فقره في الميدان. الشيخ فرحات، كاين مواطنين كل واحد المشاكل تاعو هذاك التراب الوطني. هذه في الصوره هذه في بوتليليس في وهران. كاين واحد الطريق عمروهم لدودان، حنا نموتوا على دودان. الشيخ فرحات ممهل قدام ممهل، ممهل قدام ممهل، هذا حب يدير يعني نداء. راهي فوضى، راهي فوضى في فوضى وعينه في كل مكان، في نعم. اي مكان في الجزائر راهي فوضى فيما يخص. وهذا لدودان داروا بوكو بليس دو ديغا كو ما كانش، ما شافوش الناس اللي ماتوا بالمطوات، ما شافوش الناس واش ما تمسينا اي او تصبغوها، علاش تروح صبيغه هذيك؟ الناس واحد براني ما يعرفش. صح. والمشكل الاخطر هي نو سيلمون كاين بزاف لي دودان في هذه الطريق، ثاني حاجه الاخطر هي دي دودان ماهمش يعني في المقاييس العالميه تاعهم. بارك الله فيك. المقاييس العالميه تكلمنا عليها كثير من الحلقات، لازم تكون عرض تاع المؤهل 4 امتار والارتفاع 10 سنتيمتر.
حاب يقول يبدا من سنتيمتر صفر يطلع ل 10 سنتيمتر يعاود يولي سنتيمتر صفر في مسافه 4 امتار، وهذا اللي في الصوره ما راهيش محكمه، وهذا نداء للسلطات بوتليليس يسمعونا ربما لا يفوق لنا هذه الفوضى هذه سورتو. قلت لك دارت بوكو بلوس دو مارك دو بيان هذا اللي دوضان هذو والناس كل واحد في حدود يدير دوضان دوضان، وهذا هذا يعاقب عليه القانون حتى فيها السجن. كاين باش يدير طابله تاع خضره يدير دوضان باش يحبسوا الناس يشريوا عنده، هاي كي صايره نهضروا الحقيقه ما عندنا ما نخبوا. هذه هي صح. دوك نلخذ الصوره الثالثه والاخيره في فقره في الميدان. مواطن شاف واحد الحاله انت كان تشوفها شي فرحات تحير. هنا راك في وهران كاين فروج وفي فرف وشعلوا في نفس الوقت. انت واش دير تروح ولا تحبس شي فرحات؟ يا خويا لا بريوريتي نعطيها الفروج. لا غير صح. والله نعطيها الفروج باسكو ما ندريش واش الاخر عنده. ايفو ميو ناخذ حذري ونستنى نشوف. ولا شفت بلي طولت نعرف بلي نعس مليح ونكتب ونكمل. هذيك هي هذيك هي دونك هنا كاين خطا مستحيل يكون الضوء الاحمر والضوء الاخضر شاعلين في نفس الوقت. ديريك لا لا ديريك لا دونك هذا نداء كذلك لسلطات ولايه وهران باش يصحوا هذا المشكل. ونشكر جميع المواطنين اللي بعثوا لنا صور وكاين صور اخرى نخلوهم يعني في الحلقه. مليح مليح هذا يشارك المواطن لانه هو اللي يقدر يشوف حوايج احنا ما نشوفوهمش. وماذا بهم احنا اطرافات تيميسيون هذه بعد السلطات اللي عندهم لو بوفوار باش يقدروا يديروا حاجه يعني كيتبعوا لي ميسيون يعرفوا باللي واش ها واش وصل لانه وقل ما يخرجش من المكتب تاعو ولا ولا ماهوش هو اللي سوق عنده سائق قدام على بالوش واش وصل. مي واحد يمشي يعرف يعرف ويشوف كيما انا نقدر نقاوم لك نقول لك حاجه البلديه تعرفها على حسب لي دوزون تاعها ولا شت لي دوزون بلي فوضى راهي صايره. علاش دوزون لي دوزون فوضى؟ حاب يقول فوضى فوضى يمنا والله السي سيبري انا جي اسيستي ديزاكسيدون تري كراف صح صح فيهم موت على جال دوضانا اكيد ما كاين والو والله شي مضرب لا دار لا والو دار دوضانا وعلاه شغل ديرنا دوضانا على مود رجعت على مود اكيد شيخ فرحات. على كل حال نولي لك شيخ فرحات نتكلموا دائما على الاضطرابات الجويه نتكلموا على اخطار الاضطرابات الجويه على بالك عندنا المطر الجلي الزوابع الضباب الرياح كل هذه يشكل خطوره على مستعملي الطريق على السائق. وشنو هي اهم الاخطار يعني؟ اهم الاخطار هي الامطار الاولى واعدك صح تاع سبتمبر اكتوبر هذيك كي تصب الاولى لانها جوان جوي اوت ما صبت والو. حب يقول مع السيارات اللي جازوا في فصل الصيف مع السخانه الارض كانت سخونه مع الفتات تاع لي بنو هذاك مع الزيت والماسوط اللي صح مع تصب القطار الاولانيين هذوك تولي اون بات تولي شغل برودوي عجينه وكليسونت. الله تكون مام عندك العجلات جدد مام تسوق بالعقل تقدر يصير انت ما يصيرلكش مي يقدر واحد يديرابي تمشي به طونوبيل بلا ما يمرك. الو هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه الضباب لان الضباب لو كان طريق ما تكونش متراسيه كما لازم الحل الانسان ما يعرفش وين راه اسكو كاين فيراج اسكو راه في وسط الطريق اسكو هذيك ثاني كاين الجليد لو فيغلا لو فيغلا ثاني واعر واعر سورتو عندنا بزاف المناطق هنا في الجزائر خاصه في الشمال وين طول العام من مواد نوفمبر حتى المواد مي كاين الفيركلا مع الصباح كيما تكون شي الثلج كاين الفيركلا. حب يقول الفيركلا تعرف الاخر تاعو الخطر تاعو كذلك ما ننسوش الرياح كي تكون قويه قوية. خاصه على بعض المناطق تاع لي ترونسون دوطوروت تاع وحده ولا في الهضاب العليا سي بلا على بالك شاحنه او حافله كي تكون هي تمشي ويكون لو فون دو ترافير او لي بيلوت يعرف واش لو فون دو ترافاير لو فون دو فون لاتيرال لو فون لاتيرال هذاك يقدر دي فوا كي يكون 100 كيلومتر طون سون طون تلف الطوموبيل مع هذاك لي جير دودال هذاك الرفده هذيك مع الريح لو كودون يقدر يرونفيرسي كاين دي زاكسيدون صراو هكذا والناس ما على بالهمش. كاين كذلك خطر كبير في فصل الصيف كي تكون باغ اكزومبل تروح في بعض المناطق اللي سخونه في الجزائر في الشمال ما نروحوش للجنوب الجنوب راه الناس يعرفوا ما يرولوش في النهار تروح من جهه الشلف كي تكون 48 درجه في الظل فعلى بالك في السميشه وعلى الطريق تلحق حتى تقريبا 65 66 درجه تعرف باللي الضغط في العجله تاعك انت دير كيلو 200 غرام نقولوا تاع النفس كي تكون سخانه وتكون لا تمبيراتور ديالك تلوي لك زوج تدوبلي لا بريسيون تاع البلو والبنو كي دوبلي له يحب يقول يولي فراجيل مع السخانه هذيك يقدر تكون تمشي 80 80 يكراطي لك البنو فاسيلمون علاه يفوك الانسان يراقب الضغط تاع العجله تاعو في فصل الصيف.
واش نزيد نقول لك الزوابع الربليه كذلك في الجنوب كيكون الفونت صابل ثاني كارثه، لانها الفونت صابل يتمشى فوق الطريق، والانسان كيكون بيا ولا يقدر فوق هذاك الفونت صابل يقدر يديرابي فاسيلمون ويتقلب. نشوفوا بعد الحوادث لما يصير من جهه اضرار ولا من جهه اليزي ولا منطقه المليعه. وكذلك كاين عده كما بار اكزومبل نهار يكون تبروري البرد البرد كذلك كي يكون الانسان يمشي في طريق في طرود في الاخر ويكون برد لابد يحبس، لانه يقدر اي لحظه يتكسر له البابريز. صح 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 يتكسر له البابريز ما تروح له كاع لا فيزيبيليتي يقدر يدير الحدث. سي بور سان احنا واش الانسان يقدر كما قلت معلول، احنا هذه الامور ما نقدرش نتحكموا فيها لانه تاع ربيع سبحانه عز وجل، ولكن السائق يقدر يتحكم في بعض الامور، يسقم العجله تاعو الليطا تاع البنو العجله ما تكونش يعني ممحيه تكون مليحه، الاناره تكون عنده الإنارة في الضباب في الشتاء دوك لازم يكون عندهم المسيحة الزجاج السويغلاس الماء تاع القارورة كاين بزاف يهملوها يهملوها الطين ماجيني كاميو قدامك الطين ما كاش الماء دوك وبالتالي الإنسان يفيتي يجري في كي تكون الأرض مبللة يجري يدخل في البركة المائية أنت بركة تاع ما تعرفش طريق هذيك البركة تاع الماء هذيك تقدر فاسيل مو تقلبك تقلبك اكزاكتومون تقلبك فاسيل كاين الناس ما يعرفوهاش فوالا هذه اللي وخاصة تشوف ياسين كي تكون البلاكة تقول لك بلي 80 تكون تصب الشتاء هاي نعم. تصب الشتاء ما نخموش وتقول لك 80 انت ديما نقص 20 مشي 60 صحيح لانها كيما قلت تقدر تطيح في بركة تاع الماء هذيك ولا ما تعرفش لا بروفوندور ما تعرفش لا بروفوندور وقت كاين حفرة اكيد وقت كاين حفرة تقدر تمك في هذيك الحفرة لكن كي نطيح فيها في هذه السيتياسيون نقاري دروات نشوف واحد قبلي يعرف ربما المنطقة إلا سلك هو نروح موراه يعني هذه النصيحة نعطيها للجامعة على كل حال على كل حال يعطيك الصحة شيخ فرحات نروح الآن الفقرة الموالية هي فقرة نشوفوا حادث مرور واقعي ماشي يعني سيميلاسيون ولا وندو منه العبرة واسمها مشاهدي الكرام هذه فقرة فيها واسمها فقرة حادث وعبرة إذا رانا في فقرة حادث وعبرة، اليوم مشاهدينا الكرام رايحين نشاهدوا حادث مرور اللي عنده علاقة مع الموضوع اللي تكلمنا عليه مقبلات مع الشيخ فرحات، نشوفوا حادث مرور هدايا ومن بعد نعلقوا عليه، شاهدوا مشاهدينا الكرام. هنا واش صرا مشاهدينا الكرام؟ صرا أنه أولاً أرض مبللة، هذه حاجة الأولى، حاجة ثانية سيد راهو في منعرج. حاجة ثالثة والأخطر كان بسرعة. قلنا أرض مبللة منعرج وكان بسرعة، وش يصرى له؟ أكيد السيارة راح تفقد التوازن تاعها ويصرى الحادث المرور هذايا لأنه السائق صاحب سائق يعني السيارة السوداء فقد السيطرة. وهذا يعني نتيجة منطقية منطقية لأنه ما سيد ما نقص السرعة يعني لأنه راهي أرض مبللة وكذلك يعني راهو في منعرج نورمالمون يحكم اليمين وممنوع التجاوز في المنعرج، هنا معليش عنده الاتساع ولكن يعني الاحوال الجويه لا تسمح بالتجاوز ولا تسمح باستعمال يعني السرعه المفرطه، السياره السوداء ما نقصتش اكيد رايحه تخرج عن مسارها ويسرى حادث المرور، كانت هذه مشاهدينا الكرام فقره يعني حادث وعبره. إذا كما شاهدتوا مشاهدي الكرام وش رايك في الحادث المرور هذا الشيخ فرحات هذا يتعلق في الموضوع تاعك؟ يتعلق في الموضوع السائق هذا ماهوش السائق. وشوف الناس اللي كانوا جايين سونس انفيرس مساكن يمشوا نورمالمون حتى دخل لهم في الطريق تاعهم. شوف هنا يتعبر الصورة تعبر لا فيديو دي تعبر. وتبارك الله اللي بعث لنا لا فيديو هذه باش عرفنا كيفاش نستعملوها باش احنا كل حال بين قوسين احنا يعني ما يهمناش المكان ما يهمناش شكون دار الحدث احنا يهمنا يعني العبره باش الناس تشوف اكزاكتومون كيفاش يقدر يسوي حقيقه حبطه الارض مش مع الشتاء وزيد السرعه السرعه المفرطه كيفاش تحب ما يكونش حادث هذا اللي حاب يدير هذا الشيء هذا يدخل روحه في لا فورمولا يتعلم لا فورمولا هكذاك ومو يعلم هنا راهو مع ناس اخرين كما الناس اللي جايين طوموبيلات جاب لي ربي الحمد لله ما كانش ديكا كبير 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 بصح تقدر تسهل كل واحد تقدر يعني الناس ما تفهم على كل حال على كل حال الشيخ فرحات نسقسيك اسكو اشاره المرور مزاكش في عليها شويه يعني وي يعني راحوا وي صافي عندي 50 سنه من عندي دوك حنا وشنا الفقره هذه اللي جايه نتفكروا يعني اشاره مرور
كاين ينساهم، كاين حتى العبد الضعيف ثاني ينسى يفكر اشاره مرور. حنا نزلنا للميدان وسقسينا مواطنين وسائقين اللي عندهم رخصه سياقه على اشاره مرور، واحد الاشاره دوك نتبعوها مع بعض الشيخ فرحات. نروحوا الى الفقره المواليه، فقره اشاره واستشاره. اخ كريم، تقدر تقول لي واش بلاكه هذه؟ هذه افساح الطريق. واش دير كي نشوفها؟ تخلي البيوريه تاعي يجوز باش تجوز نتايا. قلت لي افساح الطريق. افساح الطريق. اخ كريم، تقدر توصف لي البلاكه هذه؟ البلاكه هذه والله ما عقلتهاش. حاول ربما بالك. ليميت دو فيتاس ما كاش، والله ما مبالي. ليميت فيتاس؟ ما كاش ليميت دو فيتاس واقيلا. كاش ليميت فيتاس. سقسيك البرمي تاعك شحال عندك ملي جبتو؟ صافي فيفري 2022. فيفري هذا اللي فات 2022. ونسيتها. نسيتها انا. صحيت هذاك صح. السلام عليكم. اخ كريم، تقدر توصف لي الاشارة هذه؟ شد هاتشو؟ نورمالمون سيدي الباساج هكذايا. حبي يقول سيدي الباساج واش ندير؟ سيدي الباساج غادي تكون زعما نقولوا رون بوان هكذايا ولا زعما ان تونال، كيكون جايز عندك سيدي الباساج تسمى تخلي الاخر يجوز قبلك بيان سير. السلام عليكم. اخ كريم، تقدر توصف لي الاشاره هذه من فضلك؟ مسموح توقف. حبي يقول كي نشوفها واش زعما؟ معناتها مسموح ليا نستاسيوني. تقدر نقدر نتوقف. السلام عليكم. الاخ كريم، تقدر توصف لي الاشاره هذه؟ شدها تشوف صفها لي. والله اوكين ايدي حبيبي، هذه جامي تلاقيت معها. حاول حاول ربما بالك تجيبها. جامي خويا، جامي شتها. جامي شتها، ميم حنا لي بلاك سيناليزاسيون ما كاش جامي شتها. نسقسيك انت بالسيره تاعك، مشيت يعني اور ولايه، مشيت يعني طرقان. اور ولايه نضل نسافر، انا افونتيري ديجا. الله يبارك، تسمى مشيت بارتو. بارتو جامي لقيت هذه اروندين، لقات ليونغ سيدي الباساج كيما هي بيت، مي سيدي الباساج هذه اوكين ايدي. إذا مشاهدي الكرام، كما شاهدتوا كاين اللي ربما كاين اللي جاب الإشارة، كاين اللي ما جابهاش. حنا الإشارة اللي حنا سقسينا عليها في الشارع هي هذه، هي هذه هي إشارة المرور. شيخ فرحات، شنو إشارة المرور هذه كيفاش؟ هذه بون شايفها بصح ماشي ماهيش معروفة، ماهيش متداولة كثير يعني، ماهيش ما تلقاوهاش بزاف طرقات. نشفى عليها كانت هنا في قلب العاصمة. قلب العاصمة، ولكن احنا وشنو الشيخ فرحات، هذا إشارة يعني كود لاروت انترناسيونال، يعني عالمي. صحيح عالمي. يعني وين نروح للقاعه؟ يعني إنسان لازم يكون ما فيها حتى لغة. حتى لغة، حتى يحب يقول شينواس يفهمها، أمريكي يفهمها، جزائري يفهمها، سعودي يفهمها. أكيد. يحب يقول باش تشوف لونجاج انترناسيونال في الكود لاروت. اكزاكتومون. دوك الشيخ فرحات هذه تقول لك ممنوع، هي ممنوعات، ممنوع السير في الاتجاهين. يعني اون فرونسي سيركولاسيون انترديت دون لي دو سونس. فوالا، دونك هذه باش نبسط المشاهدين، نعرفوا سونس انتردي كامل، نعرفوا سونس انتردي يعني اتجاه ممنوع. هذيك سونس انتردي عليا، بصح الاتجاه المعاكس كاين ناس خارجه من الطريق هذيك. هذه الاشاره اللي قدمنا، لا لا، انت ممنوع عليك تروح، وما كاين حتى واحد جاي من الاتجاه المعاكس. هذه جينيرالمون يديروها لي بيتونير. نعم. علاش؟ قلت لك شاهدنا في قلب العاصمه، ما ديدوش مراد وقيل. وهي ديدوش مراد واحد زمان، ديدوش مراد كانت ممنوع على السائقين. ممنوع على السائقين، داروا هذه البلاكه. صح صح، فكرت التسعينات هذه. ايه كانوا زي كاين دي بيتونير في الخارج، كاينه في وهنا كانت في الجزائر، وكاين بعض الاماكن دي بيتونير مديوريه الاخر موجوده، يستعملوهم هذوك الطرقان يحلوهم في الليل باش لي كاميون ليفرور يجوا ليفرو السلعه، ولا في النهار واحد ما يدخل واحد ما يخرج واحد ما يجي واحد ما يروح. فوالا، هذه على الراجلين. فوالا، للجميع ممنوع المرور في الاتجاهين. الشيخ فرحات يشير للمخرج امير اللي الوقت خلاص مع الاسف الشديد، نقدروا ربما في الاخير كاش نصيحه من عندك شيخ فرحات. نصيحه، شوف الناس ماذا بهم ما توشوش البلاكات ودير دي جرافيتي،
هذيك ينحوها تحضروا شويه وكذلك رؤساء البلديات باش قلت 1541 بلديه لابد يهتموا بالاشارات اللي كاينين في البلديات تاعهم لانها الجزائر تفتح الجزائر الجديده اللي تفتح للعالم راه يجونا سواح كي يجي دخل المدينه يقراها بالعربيه ويقراها باللاتينيه الاسم تاع المدينه كما هذه الاشارات هذو اشارات عالميه كما ستوب ستوب سي ستوب ماهوش قيف ماكاش نقاش ماكاش نقاش تروح لاسويد تسيب ستوب تروح لافريك دي سود تسيب ستوب تروح السعوديه تسيب ستوب حنا علاه نحوسوا نتفلسفوا بين ستوب وقيف لا فو با نخلطوا كل حاجه كل حاجه كل حاجه في في محلها في مكانها والجزائر بلاد راح تفتح للعالم وراح نكيو بزاف لي توريست اترونجي يجوا بالسيارات تاعهم هكذا باش يسيبوا روحهم. لا لا اثرت موضوع مليح راح نتكلموا مليح ان شاء الله مع ضيف جديد ان شاء الله على بالكم باللي كل سمانه راح نديروا ضيف جديد على حسب الموضوع. يعطيك الصحه شيخ فرحات الله يسلمك نورتنا وشرفت الحصه تاعي انا كل مره نشوفك في السلوك ولكن شرفت الحصه تاعي يعطيك الصحه. الله يسلمك الله يسلمك. مشاهدينا الكرام وصلنا مع الاسف الشديد الى نهايه حلقه اليوم. اذا عندكم سؤال اقتراح انتقاد راسلونا عبر رابط الصفحه. مشاهدينا الكرام نشكر يعني الفرقه التقنيه والمخرج امير كان معكم ياسين حبي دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم وسير في الأمل.